سيرة لاباس عليك سيرة لاباس عليك بحال هاد القياس ما تلبسش وانت مال ديال الدار ها هي لا ساعات الامانه ها هي شدها لك ها الامانه ها هي وطلي فيها تاع عائلتها والله ما سخاو بها وانت انت هي طلي فيها ديرها بحال بنتك غير تهناي تهناي هاد اللايكه وهاك الامانه خذيها اشتي نجمع لي كتيبه دابا يلا اجي سخن لي هذيك القهوه ديك اجي جمع لي كتيبه دابا كنتي علي عاد سوا تعطلوا بيه ديك اجي جمع لي سوا دابا كنتي انا كنقول لك اجي سوا تعطلوا بيه 40 اجي جمع لي كتيبه دابا واش شريف اجي جمع لي كتيبه اجي جمع لي كتيبه اش بالك باش تخناشي باش تدوري اجي لهنا في القهوه اللي قلت لك في القهوه اجي لهنا القهوة يا قلت لك جمعي الكوزينة علاش كنت سوا تعطلها بالفلوس علاش قلت لك جمعي لي كتب ما بغيتيش علاش واحد الطوسي كان في البير وشكون هو عطيها المعاش عطيها المعاش شوف هادي ديالي فين مشاو اوكي تودي العائلة الغنية وصل عليهم الليل وبغاو ينعسوا بغاو ينعسوا ومرات الدار حطات الخاتم اللي جاب ليها راجلها في عيد الميلاد وغادي نشوفوا كاملين اش غادي يوقع شنو كدير هذه؟ هاد الخاتم واقيلا شنو هي هذه بعدا شنو هي؟ هادي هي الصبزرة والشاشة ديال مو اشنو غدير دابا اشنو كدير؟ دغيا اشنو شفرات هادي؟ ها هما سيدي يا كرام شوفوا اش غادي يوقع في دارهم يلاه قرقوا على جوال تربح عيط على البوليس عيط على البوليس دابا دابا ما تكون غير هي عيط على البوليس تي ماشي جانا تي 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 اللي ما تكون ديتي كيما شفتوا معنا كلكم هذه حكاية ديال زوج عائلات عائلة غنية وعائلة فقيرة شفتوا الحكاية ديالهم الأول واش شفتوا الحكاية بزياد واش فهمتوا القصة كاملين شفتوا ملي جابوا الخدامة من العائلة الفقيرة شوق عليها اتهموها بأنها هي اللي سرقات وتعدوا عليها بقوة الخصمة والشقاء وشكون هاد السيد هذا شكون هو هذا بوليس فين غادي بهادي فين غادي بها واش هي مسكينة اللي سرقات الخادم لا وعلاش مسكينة غادي تظلموها هي مسكينة غادي تظلم ما سرقات لا خدم ولا 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 مشات بيت الحبس انا المسيح غادي نقول لهاد الناس واحد القضيه ياس المشكله في هاد المسرحيه كامل هي هاد البنت الخدامه ياك اشنو هو اللي ممكن دير هذا غادي نعاودوا القصه من الاول غادي نعاودوا الحكايه من الاول وانتوما اشنو غادي ديروا الوقيته اللي بغيتوا تدخلوا غادي تعوضوا هاد البليه هادي غادي تحيدوها تدخلوا نتوما بلاصتها واحد فيكم غايجي لبلاصتها صافي ويبدل الحوار وغادي يقول لنا الحوار يهضر مع هاد الناس هادو يقنعهم فهمتي تحاول انت تقنعو باش تخرج من هاد سميتو هادي باش ما يديوهاش الحبس صافي
واش فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واش فهمتوا؟ انا غادي نعاود نشرح لكم مره اخرى باش تجيكم القضيه سهله. هاد البنت يا ساده يا كرام العائله الفقيره تما فين عايشه هذيك البنت الصغيره؟ يلا العائله الفقيره غتجي دابا وغادي نزيد لكم شي حوايج اخرين راه ممكن. اعطينا فرشاه ديك غادي نبدا ها المره دابا كتعمر في اداي الوقت اللي غادي نحبس واش فهمتوا؟ يلا سير اسيدي احنا عاوناكم. هالبوليس الا كان اللي غادي يمشي تقول لي مثلا خصك تمشي للبوليس ديال الوالدين او لا تقول لي خصك تمشي لعند شي جمعيه اللي كتدافع على الفتيات بلا زوار او لا تمشي لعند شي محامي باش يعاونها او لا تمشي عند دوك الناس المنتخبين ديال البيت شكري تقول لي عطيتها راه وليد اللي بغيتي تدير معاه حيت وانا ما بغيتش او لا تمشي تشوف مثلا اي حاجه يعني غتشوفوا واش غادي ممكن تلتاش هذيك البنت باش ما توصلش لهذيك الحاله فاش كان يلا بزاف دابا سير بشويه. وا المرا انت ما فين هادشي؟ وا نعم وفينك؟ انا شنو؟ واش كاين شي حاجه ولا والو؟ شكرا. واش البنات غير؟ مالنا ما بقيت هكا. نبيك اللي لقيت انا الساعه. وين يا ولدي؟ وهي جايني عاوتاني بلا خدمه يا نهار جبين وكلا الدراري. ايوا والحال. لا لا الوالد انا خرجني مع السوق انا. انا ما نبغيش نولي بحال هكا ولا انا بغيت نقرا اش دير لك شوف اخويا وقف ها هي دابا تهضر معاه عافاك اخويا بغيت نطلبك واحد الطليبه عافاك هي طلبي الوالد بغى يخدمني وانا باقي بغيت نكمل قرايتي ومستقبلي ماشي هو الخدمه هي القرايه لا خصك تقرا خصو ما يخرجكش ايوا يلا الا بغيتيني ما نخرج يلا معايا نطلبو فين هو هذا الباك ها هو هذا قول والي نزل لك قول والي انت راه باقي تقرا باباش تقرا انت تخدم عند عباد الله يا با تقرا شوف ما باش تخرج ماني نقول لك اولدي وتبعت ايش بات انت ما كان لا قرايه لا مهدانون غتخرج تخدم يا اللي خرج تخدم بابا راه قرايتي هي مستقبلي ماشي الخدمه راه ضربي كل فيها دير هاك جيب الخدمه اي معاك عافاك بابا الله يسهل عليك عافاك يلا جيب نجيبو سير باكي ديال جاج الله يرضي عليك يلا سير الله يرضي عليك واش قنعاتو باش ما تبقاش تفتح عند الناس واش قنعاتو البنت الصغيره ولا ما قنعاتش يلا 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 ها هي هادي عطاتنا واحد الحل قالت لي تمشي لعند خوها تزاوبو حيت كيحشم في باها وباها ملي جات كتسكن شي فكره واحده اخرى شي واحد فيكم بغى ينضج البلاصه ديال البنت انا واش نعزل شي نقول هذاك الباب ورا ما عندي ما ندير عرفتي الشوار ديالو عرفتي هو فاش كيقول الهضره راه ما تيبغيش هو شافو باردين وبيدين انا نخدم بيا امي واش انا يضيعني انا ندير مع حل واحد نعاونك امي نمشي نخدمو في شي حد باسين نعاونا الحد نخدم معاك الحد نعاونك امي ابار الحد امي راه ما يمكن نخدم انا بلاتي نقول لي هاد الهضره تشاوري مع امي وطلبي الرجل اجي هنا اجي هنا والرجل اش زورني كره هنا مع سخت بهاد الكبيده مسكينه جات كطلبني وقالت لي نخدمو غير نهار الحد انا وياها والسمانه تقرا خليها تقرا نقول لك لا لا انا هاد السيده تخدمنا شبعتها انت خرجتي حوايجك وخرجتي انت وياها اش بغيتي غير الفلوس اه كاين شي واحد يكره الفلوس هاد الساعه هو الفلوس نجيبوهم لك بركه نهار السبت والحد نخدمو نصبروا لا لا واتنا ونصيقوا ليهم ونجيبوا لك الفلوس اسيدي بغيت نخلي البنت تقرا لي هاد السيمانه انا ما بين قضيه فيها الفلوس صيفطيها تخدم سيري انت وياها انت بنتي حنا غادي نمشيو نخدمو السبت والحد والسيمانه تمشي تقراي الله يرضي عليك اصبر لكم اسيادنا ولا شرب عليها شوار ديالك يلا يلا اوكي اه بار اسكتي انا خلينا نسمعوا لواحد من بلادكم ها هو بلادكم هذا على اساس باش ما يبقاش يمشي يخدم يلا سير وجيب ولا شوف ليا
نعم ما سمعتكش، عاود هضري مزيان، هضري بالجد باك ما يخليك قدام. اشنو؟ عاود اشكي ما كنسمعوا والو. واخا قال لك غادي قولي لبا ما تخدميش. ما نخدمش انا. لا انا ما نخدمش انا. واخا والراجل جاوب يجي ورا تتبكي عليا البنت وقالت لي ما بغات تخدم واش ما بقات فيك انا بعدا راه قطعت لي في قلبي. قلت لك كنتو هاد الطوب والحجر في هاد الدار. انا بغيت نقرا باش نكمل قرايتي. وانا راه بنتي حتى انا بغيتها تقرا الراي على دراك وشوف لك شي خدمه. انا بغيت ننجح ونولي استاذ. أبغات النوسداش حسن. عافاك يا بابا عافاك. وأنا وياك. عافاك يا بابا عافاك. عافاك بابا عافاك. عافاك. الله يرضيك سير. صافي. قول لها واخا تدخل سير الله يرضيك. خلاص. أوكي. تيغ تيغ. جرب. الدرية الصغيرة هنايا شكون؟ دابا الدرية الصغيرة جايبينها والديها باش يخدموها. شكون اللي غادي يشد بلاصتها؟ فين هو هذا اللي غايلوض يشد بلاصتها؟ يلا. عافاك اخاتي عافاك يا بنت الخرا عافاك لما تخلينا بنت الخرا. انا راه بنت وانا باغيه بنت تخدم عندي ماشي باغيه شي وحده كتقرا ما بغيتهاش انا كتقرا. عافاك اخاتي انا بغيت نقرا ما بغيتش نخدم. لا 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 ما بغيتش انا شي وحده. عافاك عمات انا بغيت نقرا ما بغيتش نخدم. الدراري هما اللي كيخدموا عما انا بغيت نقرا. انا شوفي انت نعم راجلي انتي الدراري انا بغات تقرا دار هما اللي كيعلموا هما باش يشوفوا علينا عاود ماشي تبقى غير مقابله ليا الزنقه وصافي. صافي اخالتي صافي عمي هذا هو بقات هي كاع والله الا بقات هي مسكينه بقات هي بزاف. لا لا ما بغيتش بنت تقرا ما كدبتش على السؤال. باين عليها ظريفه باين عليها ظريفه عتش خدي انا غنبدا نعاون في الشقه ديال الدار. صافي اخالتي ولكن انت خصك تكوني معايا حيت كاع شويه تبعي راسك شويه. صافي اخالتي انا نعود نقرا ونخدم. احنا دابا هي اللي غادي تحمي لينا ولادنا. شكون هو هذا اللي غادي يجي يدي معاه الجمعيه باش يقنعوا هاد الناس ما يخدموش بنتهم؟ شكون؟ يلا شو دريك داك داك صغير كوكونات. يلا شكون اللي غايلوط فيكم؟ يلا 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 انا شي وحده وانا شي واحد. يلا الشارع حتى واحد فيكم مرض. ها هو شو راجل هذا راجل هذا دابا دير جمعيه ديها عند والديها. فين هي هذه اللي بغات تخدمها؟ فين هي؟ أفينا هي الخايب ما تخدمها. أفينا هي اللي تخدمها فينا. هاي جات هاي جات أكاد نحسها هاي. الله حضر معاهم قول لي عاودتي لا ما خصكش تخدمي وهذا زين. أنا نبقى نهضر بشي صراحة حتى أنا هادشي الصغير هكا ما كنقدرش نخدمو حيت دابا القانون ولاني هادشي قاص كيعاقبو اللي كيخدم البنات الصغار. أنا بنتي بغيتها تكون كبيرة شي وحده تكون بعقلها. اما هادي ما نقدرش انا ندخلها لداري. انا راه جبت الجمعيه باش نخلي ديك البنت ترجع لدارها وما تخدمش. غنعاون مع والديها في سبيل الله غنبقى نعطيهم شي بركه في الشهر حتى تكمل البنت قرايتها. ولكن انا باش نخدمها عندي في الدار وهي صغيره لا انا ما قد على مسؤوليه. لا 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 انا البنت بقات فيا. انا البنت بقات فيا غنبقى نعطي لوالديها شي بركه في خمس الشهر وحتى تحيي عليا البلا والباس شويه. البنت باقا صغيره. لا 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 البنت باغا تقرا ما بغات لا فلوس لا والو. خليها تمشي لدارهم. مشي لدارهم راه هادي راه الجمعيه هادي. جمعي راسك انت انا داكشي اللي كنت معاك. يلا جمعي راسك يلا خرقبوا لها سور ديري بحيطه. قلت للجمعيه باش ما خصكيش تخدمي معاك الصغيره في الدار. جبتي لك الجمعيه باش ما تبقايش تخدمي معاك البنت الصغيره. انا بنتي ما بغيتش نخدم راه غير هذاك المزغوب ديال راجلي هو اللي جاب لي هاد النيه الصغيره. اما انا ما كنقد على مشاكل. انا بغيت شي مراه بعقلها اللي تعاوني حتى انا نتعاون معاها. ولكن هاد البنيه الصغيره نتعاون حنا وياكم ونردوها لمدرستها وحتى انا نبقى نعاون باباها في شي مبلغ في الشهر وصافي. اش غندير نصبر شويه وصافي. يا كرام كيما شفتوا معنا كاملين هذه حكايه
حكاية عائلة عايشة عيشة مزيانة وعائلة عايشة عيش دبانة في البطانة في البطانة، ولكن بفضل المجهودات ديالكم والاراء ديال هاد الناس كاملين ديال هاد الدوار العبيد تبارك الله عليهم اللي كنحيوهم بحرارة سبقوا عليهم كاملين.